من نيويورك ينضم إلي السيد أنتوني ساسين، كبير استراتيجي الاستثمار في كرينشرز. صباح الخير أنتوني، أهلا بك مرة جديدة معنا في البرنامج. بداية من هذه التحذيرات، من هذه الأرقام التي تأتي تباعا من الصين، دعنا يعني بداية من التصريحات والتحذيرات، إن كان من قبل بنك الشعب الصيني، من قبل الحكومة، الآن من رئيس الوزراء، وكنا قد سمعنا الكثير من الوعود والتعهدات النقدية والمالية لدعم الاقتصاد الصيني، آخرها الانفراستراكتشر، يعني الحزمة المتعلقة بالبنية التحتية، تخفيض الاحتياطيات الأجنبية المطلوبة من البنوك التجارية في الصين. كل هذه الإجراءات هل من الممكن فعلا أن تؤتي بثمارها، أم أنها كما ربما تحدثنا الأسبوع الماضي تندرج ضمن إطار تسجيل الموقف والقول أنه نحن هنا، نحن نقوم بكل ما يلزم لدعم الاقتصاد؟ صباح الخير نور. بالفعل الحكومة الصينية هلا عم تشتغل على تتعمل كونتينمنت للحاله اللي عم تصير بشنغهاي وهلا ببيجين، مع انه الحالات بشنغهاي وبالصين عم تنزل، بس بعدنا عم نشوف فوق ال 4000 حاله بشنغهاي و80 حاله ببيجين. سو بيجين بعدها ممكن تكون تحت السيطره شوي، بس شنغهاي عم برهن انها اصعب. واكيد انا عم اشوف الحكومه الصينيه عم تبرز كذا رزمه تحفيزات لكذا للقطاعات اللي هي اكثر متاثره، وهيدا الاعلان هو ضمن هيدا، مثل اذا بدك وورنينج انه انتبهوا على الانبلويمنت. سواء هلا رح نشوف البنوك البي بي او سي يلي هو البنك الشعب الصيني والحكومه الصينيه عم يقدموا مساعدات ديركت او مباشره لهيدي للبزنسز اللي عم تاثروا اكثر شيء تيحافظوا على الامبلويمنت، بس كمان هيدي كمان مسج لهدول البزنس انه نحن معكم، نحن وراكم، مش ضروري هلا تصرفوا العمال، نحن رح نقدر نساعدكم. سو هيدا بيساعد من الميلتين. طيب، بالعودة إلى بعض الأرقام من الصين، كنا يوم الجمعة أو يوم الخميس كنا قد تبعنا من شنغهاي التي استأنفت العمل في الكثير من المصانع، 70% من المصانع عادت لتزاول عملها كالمعتاد، في إشارة إلى أنه ربما الحركة الصناعية والحركة الاقتصادية قد تعود إلى طبيعتها تباعا. إلى أي مدى من الممكن أن يعول الاقتصاد الصيني على عودة هذه الحركة، أم أنه هذا مسعر، يعني أنه الإغلاقات لن تدوم أكثر من 5 أسابيع، وبالتالي هذا مسعر في الحسابات الاقتصادية؟ بالفعل مسعر، وهلا صرنا عم نوطي اكثر من المتوقع، من ما كنا متوقعين يصير. بعد الحاله بشنغهاي شوي مقلقه، بعدنا عم نشوف 4000 حاله، مع انه عم يرجعوا يفتحوا، ممكن ترجع تسكر باي وقت، بس شفنا من بال 2020 قدروا يعملوا كونتينمنت للموضوع بشهر ونص. هلا عم نحكي باوميكرون، عم نفوت بالشهر الثاني، بعد القصه منا محتويه كومبليتلي، بس مثل ما قلت هذا رح يدفع الحكومه الصينيه لتعمل اكثر بغير مجالات، وحده منهم مجال الانترنت، مثل ما قالوا بهذا البيان هو ذاته انه يكونوا سبورتيف لشرك الانترنت بالصين، حتى هدول يعملوا امبلويمنت كمان، لانه هدول الشرك هذيك السنه خسروا كثير من الامبلويمنت. وهلا عم نشوف كمان مثل نيوز جديده صارت هذيك الجمعه، شفنا البي بي او سي اللي هن لجنه المحاسبه الماليه بالصين للشرك الببليك بامريكا، اكشلي هلا هن موجودين بالصين حاليا تيحكوا مع السي اس ار سي بحاله الاوديتنج على الشرك الصينيه المدرجه بالاسواق الامريكيه تيتفادوا الشطب. سو هيدا بالفعل حدث بالحديث عن هذا الموضوع، بس بعد ما طلعنا بالحديث عن هذا الموضوع، هذه الشركات الصينية المدرجة في الأسواق الخارجية تحديدا في الأسواق الأمريكية، أو حتى الشركات الصينية في القطاع التكنولوجي التي كانت تتعرض للكثير من الضغوط في الآونة الأخيرة تحديدا، يعني منذ منتصف العام الماضي، وأنا وأنت تحدثنا هنا على هذا البرنامج الكثير من المرات عن هذه الضغوط. إلى أي مدى تخفيف هذه الضغوط من الممكن فعلا أن تساعد على الأقل في تحسين المعنويات لدى هذه الشركات، وبالتالي قدراتها على التوظيف وغيره، وإلى أي مدى إعطاء
الجهات الرقابية في الولايات المتحدة ما تحتاجه من أجل عدم الذهاب لدي ليستينج أو سحب إدراج هذه الشركات الصينية من الأسواق الأمريكية نظرا للإيرادات التي من الممكن أن تأتي من تعاملاتها في الخارج إلى البر الصيني؟ بالفعل هذا امر كثير مهم نور، لانه هذا كان عم بيشكل مثل ثقل على هدول الشرك بالنسبه للمعنويات المستثمر، خاصه الامريكي. عدم اليقين عم يدفعه انه ما يستثمر بهيدي الشرك، وعم يدفعه يكون بحاله عصبيه بالنسبه لهيدي الشرك. ما بعرف اذا انتبهت هذيك الجمعه في شخص اسمه ما توقف بعلي بابا، نزل علي بابا 10% بعدين تبين انه مش جاك ما هو، في 20 مليون ما طلع اسمه تو سيلبلز وواحد ثري سيلبلز. ايه اكزاكتلي، في حاله كثير مثل هيدا ببرهن عن السنتمنتس لليو اس انفسترز بالنسبه للشركات، فهذا بشيل تقل كبير. متوقعين هالشيء ينحل، بس رح يضل في شويه اشكاليات. هلا نحن اللي عم نطلع عليها، ممكن الصين تعطي الحكومه الامريكيه او البي سي اي بي اكسس على الشرك الخاصه، بس في شرك ستيت اوند بمناطق حساسه، هيدي بعدها هون نقطه جدال اذا بدك بين اثنين. وممكن نشوف فولنتري دي ليستنج من هدول الشرك مثل شينوك، مثل ما شفنا بتشاينا موبل. هدول الشرك ب سنسيتيف اندستريز، بس بعد ما خلص، بس بنتوقع انه هذا الشيء ينحل قريبا. هذا الشيء رح يكون كثير مهم لرفع التقل. وثاني شيء عندك المستهلك الصيني كان كثير ضعيف هذيك السنه وهذه السنه، بالنسبه بما انه عم بيصير بالبروبرتي هي شقفه كبيره من البورتفوليو تبع المستهلك. هلا عم نشوف البروبرتي عم ترجع، سو كمان هذا رح يساعد بالسنتمنتس. اذا بتطلع على الديسبوزبل انكم او الدخل المتاح هذيك السنه نمي 10%، سو في مصاري العالم دي ار سيفينج مور، بس بعد ما انصرفت. سو بكره بس تشوفي هذه المعنويات ترتاح، بتشوفي هذه المصاري عم تنصرف اكثر بهذا القطاع. يعني وربما هذا ما يعول عليه الكثيرون داخل الاقتصاد الصيني، انه من الممكن كل هذه الاموال التي تم ادخارها في خلال عام كوفيد وفي العام الذي تلا كوفيد انه أي يمكن ان تدخل الى الاقتصاد الصيني من خلال الاستهلاك وغيره. طيب، بالحديث عن القطاعات، كنا ايضا تحدثنا في السابق عن الكثير من الضغوط التي تعرض لها قطاع التكنولوجيا، التعليم، الرعايه الصحيه حتى الى حد ما. وكان بنهايه العام تشين جين بينغ تحدث عن الرخاء الاجتماعي وأنه من الممكن أن يكون هناك تسهيلات مع بعض القطاعات. أين أصبحت هذه الوعود وهذه التعهدات وأين أصبحت الرقابة؟ يعني are they moving line in line؟ هل هناك موازاة بين التعهدات وبين ما يحصل على الواقع؟ ما هذا الشيء اللي ناطرينه، هلا ناطرين خطوات عمليه بالنسبه لهالشيء. صار في كثير اعلانات بالنسبه انه صار لازم يصير في نهايه لهيدي الريجوليشنز، خاصه بشركات التكنولوجيا. هلا عم نشوف خطوات عمليه اكثر، عم نشوف تحذيرات اكثر، عم نشوف هلا الحكومه الصينيه عايزه هذا القطاع اكثر من هذيك السنه تيقدر يشيل الاقتصاد الصيني. سو المفروض هلا البريشر عم تعلى كثير على الحكومه انه تخلي هذا القطاع يمشي مثل ما لازم. هلا ناطرين بعد ريجوليشنز على الستريم لايننج وعلى الادز تطلع قريبا، وكمان ناطرين على الفنتك بعد ما فهمنا مضبوط اند فاينانشال شو راح يصير بالفنتك. ناطرين تنشوف الرزمة الأخيرة. أما بالنسبة للرعاية الصحية كمان عم يصير هونيك في فاين تونينج وعم يصير في ريجوليشنز، بس أنا برأيي الريجوليشن بالرعاية الصحية هي ضرورية، لأنه هيدا القطاع عم يكبر هلأ وعم يروح على الجلوباليزيشن، فبقى عم يجربوا يعملوا ريجوليشنز اللي هي مثل بامريكا ومثل باوروبا. هيدا شيء منيح للقطاع، كان منيح للقطاع اخر سنتين ثلاثه، بس الانفسترز عم يفهموه غلط بالاول، عم بس يسمعوا كلمه ريجوليشنز عم يخافوا، بس القصص ماشي مثل ما لازم بهذا القطاع. سو الصين عم تجرب تركلج الايكونومي تبعها ان لاين مع السوشيال فيو تبعها اللي هو الرخاء الاجتماعي. عم نشوف هلا اخر الفاين تيونينج اذا بدك، وبس يرجعوا على النورمال ليفل اوف سوبرفيجن مثل ما قالوا سموها النورمال سوبرفيجن، بنشوف انه هذا التقل رح يخف والكونفرسيشن شيفت من ريجوليشنز لفاندمنتالز. أنتوني ساسين، كبير استراتيجية الاستثمار في كرين شيرز، أنا أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا اليوم وعلى كل هذه المعلومات التي قدمتها لنا.